نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية في الجزائر والتي تراوحت بين 35% في الانتخابات البلدية و 34% في الانتخابات الولائية فتحت الباب أمام التفسيرات السياسية لهذا الإقبال النسبي من طرف الهيئة الناخبة بعد عزوف انتخابي شهدته البلاد قبل قرابة 6 أشهر في الانتخابات التشريعية أين لم تتعد نسبة المشاركة حدود 24%. نسبة المشاركة التي أعلنت عليها سلطة الانتخابات كانت مقبولة ومتوقعة نظرا لأهمية الانتخابات البلدية وأهمية المجالس المنتخبة في الولايات وانعكاسها المباشر على حياة المواطنين، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام القائمة المفتوحة وهو ما رفع مستوى التنافس داخل القائمة الواحدة وبين القوائم. ويرى مختصون أن فئة من الطبقة التي لم ترضى بالمسار السياسي المتبع بعد أحداث الحراك الشعبي تأكدت أن الاستحقاقات الانتخابية السابقة فرضت سياسة الأمر الواقع ولا مفر اليوم من دخول المعترك الانتخابي سواء بالترشح أو التصويت. جزء من الجزائريين تأكد بأنه أمام مسار لا ينفع معه ولا تنفع معه المقاطعة، أضف إلى ذلك أن الانتخابات أحببنا أم كرهنا كانت إلى حد كبير نزيهة، وأعتقد أنه لو وصلت الأمور على هذا النحو سوف نجد أنفسنا أمام نوع من المصالحة النسبية مع الاستحقاقات الانتخابية. وأظهرت النتائج الأولية في عدد من الولايات سيطرة الأحزاب التقليدية الممثلة في البرلمان على أغلب المجالس الولائية والبلدية. ويمنح قانون الانتخابات مهلة 96 ساعة أمام سلطة الانتخابات لإعلان النتائج النهائية وفتح باب الطعون أمام الأحزاب والقوائم المستقلة لدى المحاكم الإدارية. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.